لكم دي كريب سوفلي، ها هما يا اللي نتمنى انهم يعجبوكم ونتمنى انكم تجربوهم. سي بور فاري لي العشاء ديالنا اولا الكوتي ديالنا، سي بور سنعطيكم هاد الشكيلات باش يجيوكم، باش تلقاو ما الانسان تيعيا ما يفكر شنو غادي يدير الغداء، اشنو بلوتو العشاء اولا. هادو تيتقدموا حتى في الغداء افيك دي ليغوم، ولا تنقدموهم حتى في الغداء ديالنا. دونك نقدروا نقدموهم مع دي ليغوم سوتي اولا خضيره مبخره اولا. دونك بالصحه والراحه، نتمنى انهم يعجبوكم. السلام عليكم، كيف قلت لكم اليوم غادي نوجدو دي كريب سوفلي، دي كريب سوفلي اللي تيجيو غزالين بزاف عاد. دونك غادي نشوفو المقادير او ميم طون الطريقه. دونك عندنا هنايا 340 غرام ديال الحليب، غنديروها في الميكسر. 340 غرام ديال الحليب، عندنا 4 البيضات، كبسة تاع الملح لان هاد لي كريب مالحين. هانتوما شوفوا انا كل مره تنعطيكم تندير معاكم تنحاول ما امكن نغير لكم في لي غوسيت ديال لي كريب، ما ندير لكمش توجور لا ميم غوسيت. غادي نميكسي هاد الحليب وهذا مزيان والبيض، غادي تميكسا مزيان. هنا غادي نضيف 160 غرام ديال الطحين، 160 غرام ديال الطحين. غادي نخلط وغادي نضيف 50 غرام ديال الزبده دايبه، 50 غرام ديال الزبده دايبه. غادي نصفي هاد لاباري ديالي مزيان، نصفيها مزيان وغادي نضيف عليها الزعتر. اللي بغات السيبولات ضيف سيبولات مقطعه، اللي بغات الزعتر ديرها، اللي بغات الزعتر بودر اللي عندها الزعتر بودر دير الزعتر بودر. انا عندي فخاش دونك درت الزعتر فخاش. وغادي نحرك غادي نحركها وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه، ونطيب لي كريب ديالي كيف العاده. وغادي نوجد لا فارس. دونك لا فارس ديالي فيها في المقله غادي نديرو 200 غرام ديال الشامبينيون اولا 250 غرام، غادي نشحروها مزيان في الزبده مع رويز ديال الثومه والزبده والملحه والابزار، وغادي نزيدو على الفرماج محكوك ونخليوها دو كوتي.
نخليوها تبرد. وعندنا واحد لاباغاي سوفلي، غادي نوجدو فيها 5 البيضات، 40 غرام ديال الدقيق، 40 غرام ديال الزبدة، 25 سنتيلتر أو لا ربعة ديال الحليب، والملح أو الإبزار، و حكة ديال نواة الموسكات ديال الجوزة. دونك هادو أنا غنشوفو الطريقة. دابا غنخليو لي كريب ديالنا يرتاحو، وعاد من بعد غندوزو للطياب، و ميم طون غنطيبو لا فارس. هنايا غنبداو نوجدو في لافارس ديالنا. عندنا الزبده ها هي هي تدوب لينا في المقله، غادي تدوب، غنديرو فوقها لي شامبينيون ديالنا، فوالا ربعه ديال لي شامبينيون ل 200 غرام، انا هنا درت ربعه. وعندنا واحد راس ديال الثومه والملحه والابزار، وحتى يطيبوا غنرميو فوقهم الفرماج. انا غندير الموزاريلا والشيدار. دونك غندير الملحه والابزار، ندير معاها شويه تاع الزيت نسيتو. ندير شويه ديال الزيت، غادي نخليوه هنايا طيب قدامنا، وغادي نوجدو البشاميل. غادي نوجدو لا بشاميل ديالنا. دونك ها هي لافارس هي تطيب، او ميم طو غنوجدو حدانا البشاميل. دونك غادي نديرو 40 غرام ديال الزبدة، غنخليوها حتى تدوب، غادي تدوب لينا هاد 40 غرام ديال الزبدة، وغادي نضيفو على 40 غرام ديال الطحين. دونك غنزيدو على 40 غرام ديال الطحين، غادي نحركو مزيان.
رابعة ديال الحليب، رابعة ديال الحليب 250 مليليتر، خليكم مزيان باش ما تبقاش لكم الحبه. دونك هنا غنضيف عليها الملح والابزار والجوزه، الملح والبزار والجوزة. دونك هنا صافي لا فارس ديالنا ها هي طابت شامبينيون. دونك غادي نطفي عليه البوطا وغادي نحيدو ونزيد عليه لي فرماج. ولا بشاميل ديالنا ها هي يا وجدات، نزيد مازال نعقدها شويه. دونك هنا قلت لكم غنزيد، غادا نزيد الموزاريلا، غادا نزيد الموزاريلا و الشيدر، وغنزيد حتى شويه تاع البارميزان. هكذا بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليوها دو كوتي حتى نطيبوا لي كريب ديالنا. غنزيد البارميزان ونخليوها دو كوتي حتى نطيبوا لي كريب ديالنا. دونك هذه ها هي يا وجدات، دونك سي بون لا بيشاميل صافي. دونك نتلاقاو من بعد.
دونك هنايا انا غنزيد بارميزان حتى هو، نزيد شويه تاع البارميزان. دونك غنخلي لاطاس ديالي تبرد على ما نطيبو لي كريك ديالنا. دونك غنحرك شي تخلط لي لافارس كلها تخلط لي مع الفرماج. غادي نخليوها هنا دو كوتي. هادي لا بيشاميل من بعد ما وجدت لينا، دونك غنخليوها هكذا. غنزيدو عليها خمسة ديال الصفار تاع البيض، غادي نزيدو عليها خمسة ديال الصفار تاع البيض، وعاد غادي يكون عندنا خمسة ديال البياض تاع البيض. غنطلعوهم اون نيج وغنزيدو خمسة الصفار تاع البيض وغنخليوها حتى تبرد كاريمون حتى للساعة ديال التقديم، عاد غنزيدو البلون اون نيج، عاد غادي نزيدو البلون اون نيج. دونك هنا انا غنبدا نزيد في الصفار تاع البيض، دونك غنفصل الصفار على البيض وغنزيد واحد بواحد. غادي نزيد ببيضة ببيضة صفار صفار، دونك هكايا وندخل الصفار تاع البيض، دونك نزيد البيضة الثانية. هيا نزيدها عاوتاني هكدا، ونزيد ثالثة، والرابعة. نخلط مزيان، هذا وعاد نزيد الخامسة. فوالا هكذا، ونخلي لا بيشاميل ديالي اللي بالصفار تاع البيض تتولي لنا كوم اون كريم. سي لاباريا سوفلي، هذه هي لاباريا سوفلي ديالنا اللي بالبيشاميل. دونك غنخليها دابا تبرد حتى نبغي نحط لي كريب ديالي، عاد غادي ندخلهم للفران. غادي نصوب البلون دو فون نيج، غادي ندخلو هنايا في لاباري وغادي نسخن الفران ديالي، والطاوله اللي غتحطو فوقها لي كريب خاصها تكون سخونه. هادي نخليها لكم في بالكم، اون سي جامي نسى انا نقولها، هاني قلتها لكم دابا. الطاوله اللي غتحطو فيها لي كريب خاصها تكون سخونه، سيتادير ملي تسخنوا الفران غتدخلوا فيه الطاوه تسخن وتخرجوها، تعمروا لي كريب ديالكم. انا غنشوفوا الطريقه مجموعين ونديروا لاباغيا سوفلي وندخلوهم عاوتاني يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. دونك هنايا غنبدا نطيب لي كريب ديالي من بعد ما ارتاحوا. دونك غندهن بالزيت لان ديجا لي كريب ديالي فيهم الزبده، نخليها تسخن مزيان. انا دابا علاش هاد لاباري هادي بالذات، لان ما بغيتهمش رقاق، سي با زان ديسير ولا، حيت غادي يكونوا فارسي وغادي يدخلوا مازال للفران، دونك خاصها تكون شويه ايبيس، ماشي شويه ماشي ايبيس عاوتاني غليظه،
تولي لكم بحال الخبز، لا غير المهم تكون شويه شاده في راسها. دونك انا كيف قلت لكم اللي بغات الزعيط راه ديرها، بغات الزعتر ديرو، بغات السيبولات ديرها. ثم شويه نزيدها شي شويه، فوالا هكذا بارك عليها. انا مازال غادي يعاودوا يدخلوا الفران. هانتوما لا كريب ديالنا، هانتوما كنطيب معكم جوج ولا ثلاثة ونتلاقاو ان شاء الله من بعد منين نكمل الطياب. دونك هانتوما شفتو لي كريب ديالنا كيفاش تيجيو. دونك نتلاقاو من بعد ملي نكمل لا كونتيتي. دونك هنايا من بعد ما لا بيشاميل ديالنا لا كريم ديالنا تاع لا بيشاميل والبيض الصفار تاع البيض ها هي يا بردات، دونك غنضيفو البلون اون نيج. غادي نضيفو عليها البلون اون نيج وحنا تنخلطو، حنا تنخلطو من التحت حتى الفوق هكايب شويه باش ما تهرش لنا لاباري سوفلي. دونك فوالا هكدا دونك غنضيفو لو بلون ديالنا نبقاو حتى نكملوه ديما اون 3 ولا 4 فوا. حنا تنضيفو هكذا
هذه لاباري سوفلي ديالنا، ها هي واجده. وكنخلطوا مزيان لو بلون اون نيج على بهذه الطريقه هذه. دونك سي بون، ها لاباري سوفلي ديالنا واجده. فوالا دونك صافي. دونك غنشدو عندنا الطاوة كيف قلت لكم عندنا سخونة، تكون سخونة في الفران، تكون سخونة في الفران مسخنينها. غادي تشدو لاكخيب ديالكم فوالا هكذا بهاد الطريقة. غنشدو لاكخيب ديالنا بهاد الطريقة هادي، غنحطو لافارس هنايا وغنحطو فوقها لاباغي، غنديرو فوقها عاوتاني شوية الفخوماج. أنا عندي هاد لافارس وحدين غنديرهم بهاد لافارس، وحدين غنديرهم بلافارس ديال الطون بوحدو عادي. دونك غنحطو هكا أن بو دو فارس، هكا غنزيدو فوقها فخوماج، سيرتو الموزاريل، سيرتو لا موزاريل. هكذا وغادي نحطو لاباغي باردون، وغادي نحطو معلقة ديال لاباغي ديالنا ديال السوفلي ولا جوج على حساب. هكذا هكذا، وغادي نطويو لاكخيب ديالنا بهذا الشكل، وغادي نخشيوها في الفران. دونك انا غندير معكم وحده اخرى بالطون، بلا فارس ديال الطون. دونك اون كريب هكذا. دونك لا فارس ديالنا ديال الطون سنحطوها لا فارس ديالنا ديال الطون، لو فرماج يعني عندكم حتى لي دام حتى هو ديروه تيجي لذيذ فيها. دونك اباري سوفلي، اباري سوفلي بهاد الطريقة ونطويو فوالا، ونخشيوهم في الفران. غادي يطيبو على 12 حتى 15 دقيقة حتى 20 دقيقة على حساب الفران، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنايا بالنسبة للفران، الفران سخن على 220 درجة. دونك غتخشيوهم 5 تاع دقائق، وغتنقصوا الفران على، غتخشيوهم في الفران وغتنقصوا الفران على 200 درجة. ومن بعد ما يدوزوا 5 6 تاع دقائق غتنقصوا الفران على 170 درجة، وتخليوهم يكملوا الطيبة ديالهم حتى يبانوا لكم تنفخوا، كلهم تنفخوا. دونك ما بين 15 حتى 20 دقيقة، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هذا سميتو نسيت ما قلتش لكم، بان تدخلوا على 200 درجه 220 درجه، وتتنقصوا الفران على 200 درجه، تيدوزوا 5 حتى 6 دقائق في 200 درجه، من بعد تتنقصوها ل 160 170 درجه، تتخليهم يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. دونك لي كريب سوفلي ديالنا ها همايا، ها نتوما تشوفوا في دونك لي كريب سوفلي ديالنا ها همايا. دونك لي كريب ديالنا سوفلي ها همايا، نتمنى انهم يعجبوكم، تيجيو رائعين في المذاق، والداخل ديالهم تيجي غزال، و كومون ديغاج داخل له الهواء، وداكشي داك لاباغي ديالنا ديال الكيش ديال السوفلي اللي بالبيشاميل والبيض، دونك تتجي منفوخه لداخل. ونتمنى انهم يعجبوكم، وبالصحه والراحه.